نظرة المجتمع كيفاش كانت؟ خطر احنا عندنا المجتمع نتاعنا واحد يكون صريح ايه؟ اني وكاني اخاطب ابنتي، انا على بالي واش راح تقولي، ولكن لازم نحب الناس تسمع كيفاش المجتمع نتاعنا. بعض المجتمع، مش المجتمع كله، الانسان يكون باش يكون منصف، كيفاش كانوا يشوفوا المطلقه؟ كيفاش كانوا عاد يشوفوا فيك المطلقه في مجتمعنا عمو جلالك؟ تعرف وكانها ارتكبت جرم. المطلقه عندنا تعتبر، راح نقول لك، من الطابوهات. لكن انا نظرت للمجتمع ما كانتش تهمني، لانه المجتمع ما كانش عايش معايا. حسيتي بالنظره هذه، النظره هذه حسيتها من العائله نتاعك؟ من العائله نتاعك انهم ينظروا لي على اساس اني مطلقه؟ نعم، هذه جامعة مجلل. العائلة تاعي احتضنتني، غمرتني بحنانها، كانوا مستعدين يضحيوا أي حاجة باش نكون أنا هانية. عمرهم قالوا لي لا ارجعي، هذه جامعة. نعم العائلات صح. كي لما طلقتي شكون اللي لقيتيه السند نتاعك؟ لقيت السند الأم، الأب. الأب كان السند، كان الكاتف، كان كل شيء، كانوا الإخوة. أيوة. الإخوة والأخوات. شكون اللي اقربهم اللي كنت تبوحي له بسر؟ كنت نبوح لهم كامل. كنت نبوح للاب تاعي الله يرحمه. اللهم ارحمه واغفر له. ايه، كان الاب تاعي قريب منا، يسمعنا، يفهمنا. كي مات باباك رحمه الله عليه؟ كي مات بابا رحمه الله. شكون اللي الاخ تاعي هذا الكبير، سامحني غير روح بالعقل، الكبير بقى. ايه الكبير كامل. ايه الكبير. هو متزوج؟ متزوج وعنده اولاد. ربي يبارك له ان شاء الله. الله يبارك فيك. عايش. كيفاش كنت تحكي له؟ هو انت قريبه ليه بزاف. ايه انا احنا كنا العائله كاع مدللين، وانا كي عاودت وليت لدارنا دللوني اكثر. الله ما شاء الله. ايه، وهذا الاخ تاعي نقدر نقول لك عمو جلال، الشيء اللي داروا معايا نحشم. كيفاش؟ كان يساندني، كان يخدمني، كان قبل ما نشكي يفهمني، هو اللي شجعني على العمل. كنت متردده، هو اللي يشجعني، هو اللي يحوس لي الخدمه، هو اللي يجري في كل لي بابي ونلقاه مخدومين، هو اللي يدبر راسه في كل شيء. كان حنين، كان واش نقول لك عمو جلال، قبل ما يتوفى الوالد كنا ماشيين على سيره هي اننا نكونوا لازم لحمه وحده. كان مربينا الوالد تاعنا الله يرحمه لهذا الشيء، زرع فينا الشيء هذا. الاخ تاعي هذا عوض الوالد، او قال لنا كلمه، قال لنا الشيء اللي سار عليه الوالد تاعي انا نصير دربه. عندي ما نقول لك عمو جلال، الشيء اللي داروا ما نقدرش نوفي حقه، ما نقدرش. عمرو جرحني بكلمه، كان عمو جلال يجي 1000 كيلو شي باش 1000 كيلو باش يلبي لي طلباتي، يعاود يولي لخدمته. جامي جرحني، يسهر معايا. كنتوا في عايشين في دار وحده؟ لا، هو وحده. قولي 1000 كيلو يجي للعدلي بحكم خدمته. صح. ايه، كان خدام بعيد. صح. ايه، وحد الحنانه، وحد هو والاخ تاعي ما تحسلهمش باللي اخوه، تحسلهم اصدقاء. هو كبير ويشاور خويا هذا معاد، يشاوره.